هذا السائل محمد واو يقول: ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟ يعرفون بما يقولون من الكلام الباطل والأعمال الباطلة، يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع، هذا دليل ظاهر يعني. فيعرف المشعوذ والكاهن والرمال والمنجم والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها، كل واحد يعرف بعمله. فالذي يدعي علم الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها، هذه من الدلائل على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن، أو كذاب يكذب على الناس لأكل أموالهم. وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس ينبغي أن يرفع أمره إلى الجهة المختصة كالهيئة والمحكمة، لأن قد يتعاطى السحر وقد يتعاطى أشياء تضر الناس بغير علم، لجهله وعدم بصيرته. أحسن الله إليكم.